من القلب وإلى القلوب كل الموجودين والحية وزارة الشباب والرياضة. بنشرف اليوم باستقبالنا استقبال الوفود الممثلة في هذا الملتقى واستضافة سفراء من 3 قارات على مستوى العالم، افريقيا، اسيا، وايضا امريكا اللاتينيه. منحه ناصر اللي بتقوم بادائها وتنفيذها وزاره الشباب والرياضه، بنعتز بهذا المشروع بشكل كبير جدا. الحقيقه قيمه هذا المشروع بياخذ اسم الزعيم المصري الكبير الرئيس جمال عبد الناصر، وبياخذ الرعايه والدعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المشروع برعايه كريمه من فخامه رئيس جمهوريه مصر العربيه، ويلقى كل الدعم وكل التقدير. وده محرك اساسي لينا وزاره الشباب والرياضه والزملاء ان احنا بنعمل بكل جهد وكل قلب. بصفه خاصه ان مجموعه من شباب الوزاره هم اللي بيقوموا بكل الاعمال مع زملائنا من قيادات الوزاره. لكن النهارده يوم مهم جدا لهذا الملتقى. اليوم احنا بنركز في اهميته. عشان كده كل الشكر والتقدير لمعالي دولة رئيس مجلس النواب المصري سيادة المستشار الدكتور حنفي الجبالي. وبعد التحية والتقدير لسيادته، احنا النهارده موجودين في ضيافة وجود الصديق العزيز معالي المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب المصري. كل الشكر والتقدير والتحية. ووجود معالي المستشار احمد مناع الصديق امين عام مجلس النواب اللي يعني دائم التواصل والترتيب معنا في كل مشروعاتنا وصفه خاصه هذا الملتقى. شيء مهم جدا زياره هذا الوفد الشبابي اللي النهارده بيمثل يعني تقريبا 51 جنسيه. النص الثاني هيكون موجود في 10 يونيو هيعمل الزياره. طبعا ده نظرا للتباعد الاجتماعي وكوفيد 19. انتوا هتشوفوا ارث كبير جدا من 1866. هذا المنشا من 1866، واعتقد شفتوا التاريخ ومتحف مجلس النواب اللي يضم في جنباته تاريخ عظيم جدا للحركه النيابيه المصريه. وما تتمتع به الدوله المصريه من ديمقراطيه ونوافذ على العالم. نحن فلسفه التلاقي ما بين الشباب المصري وما بين الشباب للقارات الثلاث لجنسيات الدول بنعتز بوجودها. نتمنى لكم طيبة حسنى الإقامة، نتمنى لكم التعرف على المجتمع المصري. وعايز أقول يمكن على المستوى الشبابي إحنا بنقوم بدور كبير جدا، لكن أيضا على المستوى الرياضي النهارده بنفتح بطولة العالم للجمباز، أول مرة بتقام في أفريقيا. العالم كله موجود في مصر لافتتاح هذا المحفل الكبير اللي سبقه أكبر بطولة استضافتها مصر في ظل إجراءات احترازية مع كوفيد 19، بطولة العالم لكرة اليد اللي أقيمت وادت إطلالة كبيرة جدا للعالم على إكمال إقامة بطولات العالم والمنافسات الكبرى بعد التجربة المصرية. إحنا بنرحب بيكم، بنشكر يعني الزملاء، بنشكر كل نواب مصر لهذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.
القوى السياسية والاتحاد الأفريقي بيتحرك بشكل كبير جدا، لكن خلينا نشتغل طبقا اللي قاله الصديق شاب. تعالوا من هنا نطرح وانتم موجودين مبادرة لبرلمان الشباب الأفريقي. احنا عندنا مشروع ناجح اسمه برلمان الشباب المصري، تعالوا نشكل ونكون بيكم برلمان الشباب الأفريقي ونحط كيانه من هذه الزيارة، وهنعمل لكم مع زملائنا جلسة للتعريف بيه في مسرح وزارة الشباب والرياضة، وكمان تعالوا نعمل كيان آخر اسمه شباب الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى شباب منحة مصر. احنا ممكن نعمل كتير.